وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. مساء الخير معالي الرئيس، هذه المكرمة ليست بغريبة على حضرة صاحب الجلالة، وهو ما يجعل الأمر محل فخر واعتزاز وطني. كيف تنعكس هذه المكرمة الملكية على صالح الفرد والمجتمع ككل؟ أولا بأن هذه المكرمة تجسد القيم النبيلة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، والتي ورثها من الآباء والأجداد. فهو الملك الإنسان بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. نعم، عرفت جلالته عن قرب، ورأيت كيف يبذل قصارى جهده لخدمة أبنائه المواطنين، وهو الذي لا يرتاح له بال ولا تقر له عين إلا بتوفير العيش الكريم لكل مواطن. ما وسعه الأمر، وهو الذي الرحيم حتى على من ضلت به السبل. نعم، أقول إن هذه المكرمة ليست غريبة على جلالته. هذا الملك الذي جمع تحت عباءته شعب البحرين بكل مكوناته وبمختلف فئاته، هو الحقيقي، هو الحكيم وقت الشدة، وهو المتزن الذي يبني قضايا وطنه بعقلانية وموضوعية. لا يعرف التعصب، لديه طريق. نعم، فضيلة الصبر على المكاره والقدرة على تحمل المشاق، ولا يرضى بشيء يثقل عليه ضميره. إن هذه المبادرة من جلالته تأتي في وقتها المناسب، فله كل الشكر والعرفان، وقد مسح بالسكينة والطمأنينة على قلوب الكثير من أبناء وطنه، مع دعائنا له بالصحة والعافية وطول العمر لتبقى راية البحرين خفاقة تحت قيادة جلالته الحكيمة حفظه الله ورعاه. هو عودنا على الكثير من المكارم، وما هذه إلا واحدة من المكارم التي تأتي في هذا الوقت الذي نمر به، والذي يزيد من وحدتنا الوطنية ويزيد من تلاحمنا بين أبناء الشعب على مختلف فئاته. فله كل الشكر وكل الامتنان. نعم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، شكرا لك.